السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل وجيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدحها لكم، هما داروا تخفيضات الماركه نتاع تيفال اللي لاحظت هنايا. كاينه هاد العصاره اللي هي ماركه نتاع تيفال اللي كتهز لتر ونص، اللي كانت ب 59 اورو 99 رجعوها ب 34 اورو 99. وكاينه حتى هاد الاله نتاع البافل اللي هي ماركه تاني نتاع تيفال، كيجي فيهم الرؤوس. هذه كانت ب 159 اورو 99 رجعوها ب 29 اورو 99. وداروا تخفيضات حتى لهاد الكاسرونات اللي هما ماركه نتاع تيفال، عندهم الغطاءات ديالهم وكيصلحوا حتى الاندكسيون. هادو فيهم 16 سنتيم كيهزوا لتر ونص، اللي كانوا ب 74 اورو 99 رجعوهم ب 24 اورو 99. وداروا تخفيضات حتى لهاد الكاسرونه، هذه كبيره فيها 25 سنتيم كتهز 3 لتر ونص، دير بحال الكميله. هذه اللي كانت ب 139 اورو 99 رجعوها ب 34 اورو 99. وكاينين حتى هاد الكميلات، حتى هما ماركه نتاع تيفال. هذه كتهز 3 لتر و200، اللي فيها 25 سنتيم كانت ب 139 اورو 99 رجعوها ب 34 اورو 99. وكاينين حتى هاد المقالي اللي هما تاني ماركة نتاع تيفال، بحال هادو فيهم 28 سنتيم، اللي كانوا ب 99 اورو 99 رجعوهم 29 اورو 99. هادو تاني مقالي نتاع ماركة نتاع تيفال، هادو صغارين فيهم 24 سنتيم، 24 اورو 99 اللي كانوا ب 89 اورو 99. اما هادو كيجيو شوية غارقين، فيهم 28 سنتيم وكيجي غارق. 29 اورو 99 شوفو كيفاش كان، كان ب 109 اورو 99. ولاحظت البنات داروا بزاف تخفيضات في الالعاب نتاع الاطفال اللي هما ماركه معروفه، يعني الجوده ماشي العاب عاديين. كاينه هذه فيها السطل الشفاف الشطابه، هذه تاع هاد الماركه معروفه، كانت ب 34 اورو 99 رجعوها ب 14 اورو 99. زوينه هذه، وقيل غادي نشريها لبنتي تعاوني في الدار في التسياق. كاينه هذه وكاينه حتى هذه، هذه كنت شريتها بعد لبنتي واحد العام العيد ميلاد ديالها. راه كدير هكا الصوت بحال اللي راه هي المكنسه الكهربائيه، وهادو كيتحركوا ب 24 اورو 99. وكاينين حتى هاد السيارات، هادي نتاع باتمان، الثمن ديالهم 12 اورو 99، اللي كانوا ب 29 اورو 99. وكاينين حتى هذا، حتى هاد تيب توي، هذا راه عند ولادي. هاد القلم يجي فيه حتى الدفاتر، ولكن الدفتر على ما اظن كيتباع بوحدو. هذا قلم فيه غير قلم وصافي. في هذا اللي كان ب 41 اورو 99 رجعوه ب 24 اورو 99. هذا هادو اللي هما اما دفاتر اما قصص، غير كيحطوا لديك القلم كيقرا ليهم كلشي، اللي كانوا ب 23 اورو 99 رجعوهم 9 اورو 99. وكاينين تخفيضات حتى لهاد الالعاب اللي هما ماركه، هادو العاب نتاع الاطفال الرضع، كيدير الموسيقى وكيدير الاضاءه، وفيهم الاشكال اللي كانوا ب 48 اورو 99 رجعوه ب 24 اورو 99. وكاينين حتى هاد السيارات اللي فيهم 5 في الباكيه نتاع هاد الماركه الثانيه، اللي كانت ب 11 اورو 99 رجعوهم ب 4 اورو 99. راكم عارفين كيدخلوا هاد الشيء على الاحتفالات ديالهم، هما كيكتبوا الهدايا حتى حنايا في العيد ديالنا كنعطيو الهدايا للاطفال، ماشي غير هما وصافي. يعني في العيد ديالهم هما كيقدموا الهدايا، حتى حنايا في الاعياد ديالنا، العيد الكبير العيد الصغير، كنعطيو هكا الالعاب الاطفال باش كيحسوا هكا بالعيد. كاينين هادو تاني، فيه حد هليكوبتر اللي كانوا ب 12 اورو 99 رجعوهم ب 7 اورو 99. وكاينه حتى هاد الدميه اللي فيها الملابس تيشيرت، وفيهم هاد الاقلام كيلونوهم البنيتات على اللون اللي بغاو. هادو كانوا في الاول ب 39 اورو 99 رجعوهم ب 19 اورو 99. شوفوا الناس شحال هزوا، هزوا بزاف. كاينين هادو ب 4 اورو 99 اللي كانوا ب 7 اورو 99 على الاعياد ديالهم. كاينه هاتف، هادي كانوا ب 11 اورو 99 رجعوهم ب 5 اورو 99. هادو وجابوا حتى هاد الدميات، حتى هادو راهما ماركة، هاد الاسم اللي كانوا ب 14 اورو 99 رجعوهم ب 9 اورو 99. كاينة هادي الباربي، هادي دمية فيها الملابس نتاع الباربي،
34.99 اللي كانت رجعوها ب19.99. وكاينه حتى هاد السيت اللي فيها السياره نتاع بوليتساي، فيها هادي وفيها حتى الطريق اللي خدام بالحجيرات، كيجي معاهم حتى التليكوموند، كاين اما هكا او لا هادو الثاني هاد الرسوم. وهذا اللي كانوا ب87.99 رجعوهم ب39.99. وكاينه حتى هادي، هادي ليغو العشاق نتاع التركيب اللي كانت ب49.99 رجعوها ب27.99. وكاينه حتى بوزل وفيهم الاشكال نتاع الرسوم اللي معروفين ب2.99 اللي كانوا ب11.99. كاينه هادي تاني داك الالعاب 19.99. كاينه تاني هادي، هادي ما حطوش الثمن ديالها حيت هاد الثمن تاع هادو 12.99. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم ليدل. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.